قطاع الطاقة والمناجم يعمل دور كبير في توفير وسائل النجاح. من أهم وسائل النجاح هي توفير الطاقة الكهربائية والغازية في كل الربوع الوطن. أينما يتواجد الاستثمار لازم نكون احنا الأولين في توفير المادة والطاقة بالنسبة للكهرباء والغاز. كل مشاريعنا الآن تنصب نحو هذا النشاط الاقتصادي في البلاد لتوفير الطاقة الكهربائية، توفير الغاز للنشاط الفلاحي، للنشاط الصناعي وللنشاطات التحويلية كذلك الزراعية والصناعية منها كذلك.